حياكم الله. سبعة من الفصائل المقاتلة في سوريا تتوحد تحت راية الجبهة الإسلامية. هذه ليست المرة الأولى التي تتوحد فيها فصائل مقاتلة، ولكن ما يميز الجبهة الإسلامية أنها توحدت ضمن جسم عسكري وسياسي واجتماعي مستقل. هل هذا انقلاب على هيئة أركان الجيش الحر وغطائها السياسي الائتلاف؟ وما انعكاساتها على المشهد في جبهات القتال في الموضوع الآخر؟ الثوار يجردون النظام من آخر الحقول النفطية في شرق البلاد، ولكن ما مصير هذا الحقل؟ من سيتولى إدارته؟ وأين الائتلاف وحكومة طعمة من كل ما يدور؟ كل ذلك نناقش في تفاصيل الليلة بعد لحظات. إذن أعلنت مجموعة من أقوى وأكبر الفصائل المقاتلة في سوريا اندماجها وانصهارها تحت اسم الجبهة الإسلامية ضمن جسم عسكري سياسي واجتماعي مستقل يعد الأكبر حتى الآن على الساحات السورية. قبل النقاش نذهب لتفاصيل هذا الخبر. وهي تكوين سياسي عسكري اجتماعي مستقل. لا يبدو أن تجمع الجبهة الإسلامية العسكري الذي ضم سبعة فصائل ذائعة الصيت، هي لواء التوحيد وحركة أحرار الشام وجيش الإسلام وألوية صقور الشام ولواء الحق وكتائب أنصار الشام والجبهة الإسلامية الكردية، لا يبدو هذا التجمع للعمل العسكري فقط، بل يفهم من بيان استحداث الجبهة أنها تشكلت لأعمال سياسية وأخرى على مستوى المجتمع المحلي. فقد أورد البيان أن الجبهة تكوين سياسي عسكري اجتماعي مستقل، في دلالة واضحة على أن التشكيل منفصل أو سينفصل عن الائتلاف الوطني وهيئة الأركان بالطبع. هذا بالإضافة إلى أن التشكيل يفتح الباب على مستقبل المجالس المحلية والمحاكم الشرعية. سياسيا يرجح مراقبون أن يكون التشكيل هو الرد المنتظر لكتائب بيان رفض الائتلاف الشهير، بحيث كان من المتوقع أن يبرز تجمع أخير يفرز كتلة سياسية في ظل المعطيات الأخيرة والخلاف الكبير بين الائتلاف وهذه الفصائل، وهو ما أكده بالفعل رئيس مجلس الشورى للجبهة الإسلامية أحمد عيسى الشيخ بقوله: إن الهدف من اندماج هذه الفصائل والألوية هو جعلها بديلا للنظام على جميع الصعد. كما لم تتريث الجبهة كثيرا لإشهار هذا الإعلان السياسي، فقد سمت صراحة قائد حركة أحرار الشام حسان عبود رئيسا للهيئة السياسية في الجبهة. وقد لا يكون من الصعب التكهن بأن قطر داعم رئيس لهذا التكتل، خصوصا وأن وزير الخارجية القطري خالد العطية أبدى منذ أيام بحسب تسريبات صحفية إمكانية قيام مثل هذا التجمع بعد فشل التوفيق بين هيئة الأركان وكتائب بيان الرفض. وفيما يتعلق بعمل الجبهة الاجتماعي، وهذا بحسب إعلانها، ترجح مؤشرات بأنه على مستوى قيادة المجالس المحلية وأيضا المحاكم الشرعية، إذ تميل الكفة إلى أن قطر ستدمج عمل مصطفى الصباغ الذي يعتبر صلة وصلها بالمجالس المحلية، ستدمجه بالتجمع الجديد أو قد توليه تماما لهذا التجمع. وطبعا هناك أثر كبير لسيطرة الجبهة الإسلامية على المحاكم الشرعية في ظل وجود خلافات أخيرة بين الفصائل على اعتماد أحكام الفصل وفض النزاعات فيما بينها، على اعتبار تغليب سلطة محكمة على أخرى بحسب ولاءاتها للجهات المتخاصمة. أما عسكريا، يبرز التجمع في وقت تحدث فيه نائب رئيس الائتلاف فاروق طيفور عن استحداث قوى خاصة لحماية حكومة أحمد طعم المؤقتة، وكأن الائتلاف تكهن بحدوث انشقاقات واسعة عن هيئة الأركان العليا التابعة له، وعمليا ليحمي تحركاته السياسية في الداخل أو ما سيتبقى منها إن صح التعبير. وهذا قد يضع هذه القوى المستحدثة في مواجهة الجبهة الإسلامية التي ترفض الائتلاف. وفي الأثناء يبدو ملاحظا أن الجبهة الإسلامية تشكلت مباشرة بعد التصعيد السياسي والعسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما بات يرجح أن الجبهة توحد الصفوف أمام هذا التصعيد وغيره لقوى عسكرية يصعب تطويعها تحت مسميات وطنية باتت غنية عن التعريف. أناقش هذا الملف مع ضيوف الدكتور غازي الربابع المحلل العسكري والاستراتيجي من عمان. مساء الخير دكتور غازي، وأيضا عمر كوش كاتب صحفي ومحلل سياسي ومقرب من الائتلاف أيضا من اسطنبول. مساء الخير
أستاذ عمر. أيضا نفترض انضم إلينا أبو الحسن الناطق باسم لواء التوحيد من حلب عبر سكايب، ربما يكون معنا خلال دقائق في هذه الحلقة. سأبدأ معك سيد عمر كوش، يعني هل نشهد الآن نحن تكتل جسم جديد أو نشهد جسم جديد، هذا الجسم هو ربما يكون بديلا للائتلاف في شقيه السياسي والعسكري؟ يعني الحقيقة هذا الجسم الجديد تشكل نتيجة عوامل عديدة، منها داخلي ومنها خارجي. نعم. على المستوى الداخلي طبعا هناك ضغط كبير على الثوار من طرف النظام، وكلنا يعلم هناك بعض التقدم للنظام في بعض المواضع، وطبعا تراجعات صغيرة في بعض في مواقع أخرى. وهناك طبعا القلمون مهددة والغوطة مهددة وجنوب دمشق بالكامل مهدد. نعم. إلى جانب حلب وإلى آخره. إذن هذا عامل. عامل الآخر هناك داعش أيضا التي تضغط على الكتائب جميعها بما فيها الكتائب الإسلامية وكتائب الجيش الحر، وبالتالي عندما تندمج سبع فصائل كبرى هذا يعني قوة على الأرض، ونتمنى أن يكون الدمج قويا بما يعني توحيد القيادة العسكرية. نعم. طيب. يعني هو لم يختلف أستاذ عمر عن النظام التوحيد السابق لعدد من الكتائب التي تتوحد بين الفينة والأخرى، لكن يعني اللافت للنظر في هذا الجسم الجديد هو تشكيل الهيئة السياسية، كيف تنظرون إلى هذا التشكيل؟ وهذا نعم هذا ما وددت أن أقوله، أن هناك شيء جديد بمعنى ليس جسم عسكري إنما جسم سياسي وأيضا اجتماعي. يعني هذا يتطلب مهام سواء على مستوى المجالس وإدارة شؤون المناطق التي تتواجد بها فصائل الجبهة، وأيضا على المستوى السياسي بمعنى استقلالية هذه الفصائل عن أمرين، عن الائتلاف والمجلس الوطني وما يمثلانه، وعن أيضا داعش والدولة الإسلامية التي طبعا تحاول فرضها على الشعب السوري وفق فهمها للإسلام. هذا وعن يعني هيئة الأركان بالضبط، عن هيئة الأركان، ولأن الائتلاف طبعا كما نعلم هناك هيئة الأركان ممثلة في الائتلاف، وأيضا هناك عامل خارجي. العامل الخارجي لا ننسى أن الدول الإقليمية المؤثرة في الملف السوري أيضا لها حساباتها، ويمكن أن تضغط على فصائل معينة باتجاه أن تتوحد أمام أخطار أخرى التي ذكرتها سواء من طرف يعني سنمر على ذكر هذه الدول أيضا الداعمة لهذا الجسم الجديد العسكري والسياسي. الآن سأذهب للدكتور غازي رباب، انعكاسات هذا الجسم على الثورة، هل انعكاساته إيجابية؟ نتحدث بالجانب العسكري الآن ربما دكتور غازي قبل الجانب الاستراتيجي والسياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه في الأيام الأخيرة خسرت المعارضة وقوات الجيش الحر بعض المكاسب العسكرية على الأرض في شمال دمشق وغربها وفي منطقة القلمون وحلب، وهذا التراجع التكتيكي كان سببه هو الانقسام الذي كان ماثلا ما بين الفصائل الإسلامية وحالة الانقسام السياسي والعسكري، وبالتالي كان لهذا العمل العسكري السوري للنظام الذي يتحالف مع حزب الله وبعض القوات القادمة من العراق وإيران اتبع تكتيكا عسكريا جديدا. النظام يقوم على سياسة القضم على مراحل، بمعنى احتلال منطقة وتحويلها إلى أرض محروقة ثم الانتقال إلى منطقة أخرى، وبالتالي تمكن النظام في الأيام الأخيرة من السيطرة على قارة وعلى منطقة أخرى، لكن هذه السيطرة ما عاد النظام أن يتمسك بها. تقدمت قوات الفصائل الإسلامية بعد توحدها وأحرزت السيطرة على دير عطية وعلى قارة مرة أخرى، بل أصبحت دير الزور بما فيها من بئر بترول يغذي الجيش النظامي أصبح الآن خارج سيطرة النظام، كما أن مصفات حمص أيضا اشتعلت فيها النيران، وهنالك دعاوى من تحذير تلوث البيئة أيضا في هذه المنطقة. طب يعني بالتالي وكأني أفهم من حديثك دكتور غازي بأن جاء هذا التشكيل للحفاظ على هذه الانتصارات؟ هو جاء الحقيقة لدحر قوات النظام التي تمكنت من إحراز بعض المكاسب على الأرض،
ولكن سرعان ما تراجع هذا النظام عن هذه المواقع التي اكتسبها بعد الإعلان عن توحد الجبهة الإسلامية. نعم. مما أعطى زخما للثوار في تحقيق هذه الانتصارات، وثبت على الأرض الآن أن قارة ودير أيضا وبئر البترول والمصفى، ولجأ النظام أخيرا إلى القصف بواسطة البراميل على أسواق الخضار والأسواق التجارية في حلب، مما أوقع العدد الكبير من الإصابات. طيب دكتور غازي وأيضا أستاذ عمر كوش، أرجو أن يعني تستمعوا مع أيضا مع الآن أبو الحسن ناطق باسم لا التوحيد، سنوجه له أكثر من سؤال. مساء الخير بالبداية أبو الحسن. مساء النور أخي الكريم. أبو الحسن، تشكيل الجبهة جاء لمواجهة من؟ هناك من يتساءل، النظام أم دولة العراق والشام أم البيدي أو البيكيكي؟ تشكيل الجبهة جاء لمواجهة النظام، البيان كان واضحا. أول هدف من أهداف الجبهة هو إسقاط النظام، العمل على إسقاط النظام وضم كل الأطياف التي تريد إسقاط النظام، كل من يقف في صف النظام سواء كان البيدي أو أي أي أحد آخر، كل من يقف في صف النظام هو يعني الجبهة شكلت للوقوف في وجهه أيضا. نعم، القيادة بالتالي ستكون للجبهة. لم أسمع. القيادة ستكون للجبهة مهما كانت مهما انطوى من فصائل أو كتائب تحتها. أيضا ما سمعت سؤال، لا تأخذني. طيب سأأتي لسؤال بصيغة أخرى، يعني الآن رئاسة الجبهة تم تشكيلها، لا يمكن أن تتغير. طبعا رئاسة الجبهة قد تتغير، قد تبقى ثابت، هذا يقرره تقرره الفصائل. طيب. التي تشارك في الجبهة انضمام فصائل جديدة أيضا. نعم أخي أحمد. طيب أبو الحسن، يعني سؤال، لو أنه تنظيم الدولة الآن تم تشكيله ضمن هذه الجبهة، أو حزب الاتحاد الديمقراطي جاء ضمن هذه الجبهة على مضض بأنهم هم أيضا يسعون لإسقاط النظام، ممكن أن يكون لهم شيء من رئاسة الجبهة أم لا؟ أي فصيل جديد سينضم للجبهة لابد أن تكون هناك مشاورات بينه وبين الفصائل الموجودة في الجبهة، ولا بد أن اتفق الجميع على رئاسة معينة، لابد أن تكون، يعني كما لاحظتم أن نحن في لواء التوحيد، ليس هناك أي من أعضاء لواء التوحيد في القيادات الرئيسية في الجبهة، مع أننا فصيل أساسي في الجبهة. الأمر ليس أنني من فصيل معين أو أن هناك تحاصص أو يعني، لأنه أبو الحسن كانت يعني جميع الإشكاليات التي تتم عند توحيد الكتائب هذه يعني المناصب حتى نكون واضحين أكثر، لذلك تم ذكر السؤال. طيب إعلان التشكيل الجديد تضمن إلى الجانب العسكري هيئة سياسية، أبو الحسن ما المقصود بالهيئة السياسية؟ نعم. الهيئة السياسية أخي الكريم يعني هذه الفصائل لابد أن تكون لها رؤية معينة، لابد أن تنتهي تبعيتها السياسية لهيئة سياسية لا تمت لها بصلة. تقصد الائتلاف السياسي التي نعم، لابد أن تكون الهيئة السياسية التي تمثل هذه الفصائل هي منبثقة من صميم هذه الفصائل وتمثل رؤيتها الواضحة، لا يعني التبعية السابقة التي كان يتبعها الجيش الحر أو الفصائل لهيئات سياسية معينة لم تكن تمثلها حقيقة، وهذا الذي أدى إلى الشرخ بين السياسيين وبين العسكريين وأدى إلى البيان رقم واحد وإلى ما تلاه. طب يعني بالتالي إعلان تشكيل الجبهة هو إعلان القطيعة مع الائتلاف؟ القطيعة مع الائتلاف، نحن لم نعلن قطيعة مع الائتلاف سابقا، إنما الائتلاف هو الذي حاد عن ما يريده الشعب السوري، حاد عن أهداف الثورة التي قامت من أجلها الثورة، هو الذي وافق على كثير من الأمور التي لا يريدها الشعب السوري. طيب سؤال أيضا، سؤال أبو الحسن، معي ضيوف كثر، هل ستبقى فصائل الجيش الحر منضوية تحت الجبهة الإسلامية؟ يعني هل ستحافظ على شعرة معاوية مع هيئة أركان الجيش؟ الجبهة منفتحة على الجميع، كل من يريد الانضمام هناك مشاورات يمكن أن تتم، هناك أمور يمكن أن تتم، ويمكن أن ينضم من يريد الانضمام إذا وافق على ما تريده هذه الفصائل، وافق على الرؤية التي ارتأتها هذه الفصائل، وهذه الفصائل هي يعني تشكل القسم الأكبر من الفصائل العامة الأرضية السورية. طيب أبو الحسن، في بعض الكتائب يعني هي منضوية تحت الجيش الحر، هل ستبقى مع الجيش الحر والجبهة أم مجرد وجودها في الجبهة هي الآن تابعة للجبهة؟ الآن الجبهة هي الجسم الجديد، كل ما كان قبله
هو سيكون في يعني في في حكم الحكم المنتهي فعلا، في الحكم المنسوخ. الان الجبهه هي الجسم الجديد، وكل ما كان قبل الجبهه سيكون قد انتهى بالتدريج من يعني حتى مده اقصى 3 أشهر، حتى هذه الاجسام كلها ستذوب، لن يبقى هناك يعني اسماء. طيب لنستمع الان ابو الحسن الى ضيوفنا. استاذ عمر كوش ضيفي من اسطنبول، سمعت ما تحدث به ابو الحسن. يعني الان لا يوجد ائتلاف صاحب قرار سياسي لهذه الجبهه، لا يوجد هيئه اركان ايضا يؤخذ منها الاوامر العسكريه، يوجد هذه الهيئات تتمثل سياسيا، لها ايضا جناح عسكري، او ان صح التعبير هي نواه لحكومه. يعني هذا طبعا قرار الفصائل التي انضوت تحت مسمى الجبهة، لكن أنا أعتقد أن الذين شكلوا الجبهة هم قادة عسكريون، والقائد العسكري لا يمكن أن يكون عسكري وبنفس الوقت سياسي، عليه أن يبحث دائما عن مظلة سياسية، وهذه المظلة السياسية ضرورة لكي تتوحد كل البنادق باتجاه هدف معين وهو إسقاط النظام. طيب. يعني لا يمكن، لأننا نكون بنفس الوقت قادة ميدانيين وعلى الجبهات، وبنفس الوقت نخطط سياسات. أهل السياسة لهم أدوارهم، وأيضا أهل المقاومة والكفاح المسلح لهم لأدوارهم، فأرجو أن يكون هناك قيادة سياسية متفاهمة مع هذه الجبهة، سواء الائتلاف أو جزء من الائتلاف أو غيره من هذه المظلات. يعني هل تتوقع من الائتلاف ليس يعني في مصلحة الثورة؟ طيب يعني هل تتوقع الائتلاف يتوافق او يوافق على هذا الجسم الجديد الذي له الهيئه السياسيه التي تحدث باسمه، وبالتالي هم لا يعترفون الان بالائتلاف من ناحيه سياسيه ولا بهيئه الاركان من ناحيه عسكريه؟ تشتيت الجهد دائما ليس في مصلحه الثوره. يعني نحن اذا كان هناك نقاط خلاف مع الائتلاف علينا ان نبحث عن حل، لا ان نعلن القطيعه، وبنفس الوقت الائتلاف عليه أن يبني جسور مع الناس في الداخل، معهم حق طبعا الفصائل. أنا أعرف تماما أن علاقة الائتلاف مع الداخل علاقة يعني رخوة، وعلاقة أحيانا تشبه القطيعة. كان المفترض بالائتلاف وكل التشكيلات السياسية الحقيقة، ليس فقط الائتلاف إنما حتى المجلس الوطني وغيره من التشكيلات السياسية، علاقتها جدا ضعيفة بالأرض، مقطوعة، يعني تقتصر أحيانا على بعض الاجتماعات وبعض اللقاءات، وهذا لا يخلق تواصل على الأرض. التواصل على الأرض أن نوجد قادة من الائتلاف، قادة سياسيون مع هذه الفصائل، وبمعنى يجب أن نجسر الهوة بين العسكري والسياسي. نعم. أما أن نترك العسكري ونتذكره موسميا، طبعا هذه هي النتيجة. طيب بالتالي دكتور غازي، برأيك هل سيقلب التشكيل الجديد موازين القوة على الأرض يشكل توحدا حقيقيا فاعلا مؤثرا، سيما بأن الآن القيادة واحدة؟ يعني هناك من يتحدث بأنه ربما لن تكون القتال على شكل منفصل حسب الكتائب. قوام هذه الجبهة التي بلغت أعدادها قرابة 50,000 جندي مقاتل، وتنضوي تحت 7 فصائل بمختلف أطيافها من سلفية وإخوان مسلمين وقادة الجيش الإسلامي وأحرار الشام وأنصار الشام ولواء التبحويد اللي هو محسوب على حركة الإخوان المسلمين ويبلغ تعداده 8,000 مقاتل، هذه تمثل مختلف الأطياف الإسلامية باستثناء تنظيم القاعدة. يعني إحنا في عندنا ما يقارب 100 فصيل عسكري إسلامي على الأرض السورية، لكن هذه الجبهة أعلنت أن الأمر مفتوح لكل القوى أن تنضم تحت مظلتها، ولم تنفي جانب الرؤية السياسية، فهي توحدت سياسيا وعسكريا واجتماعيا، وحددت إطار زمني مدة 3 أشهر لتكامل هذا التوحد إداريا واقتصاديا وإعلاميا. نعم. من جانبه حدد بشار الأسد 6 أشهر لحسم المعركة عسكريا على الأرض. أنا أعتقد أن الحرب الإعلامية تلعب دورا في هذا الإطار، ولعل مؤتمر جنيف المزمع عقده يحاول كل طرف أن يرسم على الأرض أكبر قدر من الإنجازات العسكرية، لأن من يملك القدرة على في ساحة الميدان وفي إحراز تقدم على الأرض هو الذي سيملك القوة التفاوضية في مؤتمر جنيف.
طيب هذا سيشتت جهد الائتلاف في جنيف 2 دكتور؟ التشكيل سيشتت جهد انا اعتقد ليس تشتت جهد، هو يعطي الائتلاف مركز تفاوضي اقوى، يعني حينما يكون في هنالك اطراف متشدده واطراف تتفاوض سياسيا يعطي قوه لهذه الاطراف على مائده المفاوضات وليس العكس. فاختلاف الرؤى ليس موجود هنا، في كل حركه من حركات الثوريه في العالم كان هنالك قوى متصارعه تتباين ارائها، منها المتشدد ومنها المتفاوض. وأعتقد أن دول الخليج تضغط باتجاه توحد، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر، تضغط باتجاه توحد هذه الفصائل الإسلامية، لأن ما يجري في جنيف من مفاوضات حول الملف النووي الإيراني قد يكون جزء منه عملية مقايضة لتقديم تنازلات أخرى على حساب المعارضة السورية. ولذلك وجدنا أن الجانب الروسي يدعو الولايات المتحدة للضغط على المعارضة لكي تأتي لمائدة المفاوضات في جنيف 2. لكن الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة هي داعمة للائتلاف بنفس الوقت، كيف تقبل أن يكون هناك جسم عسكري سياسي في داخل الأرض السوري وقراره خارج إطار الائتلاف؟ دكتور غازي، أنا أعتقد أن الائتلاف لا يمثل كل الأطياف الموجودة على الأرض، والمطروح هناك في جنيف أعتقد، وإن كان الجانب التركي يتفائل بأن جنيف قد تسهم في المسارعة في انهيار نظام بشار الأسد، حينما تمت مقابلة جون كيري مع القادة السياسيين في المملكة العربية السعودية كان هنالك ثمة خلاف تم تذليله، وافقت الولايات المتحدة مع السعودية على أنه لا خلاف حول سقوط بشار من الحكم وعدم بقائه، وهذا هدف لا تختلف عليه المعارضة ولا القيادة السياسية. وبالتالي ما دام الهدف هو إسقاط نظام بشار وإعلان دولة إسلامية في سوريا، لذلك نجد أن الروس والغرب على حد سواء لا يوافقون على انهيار بشار بهذه السرعة، ولكن يريدون تحضير نظام علماني يكون بديلا عن الحركات الإسلامية. والدليل على ذلك أن جبهة النصرة الآن بموجب قرار 1267 في مجلس الأمن هي قد يبحث أمر اعتبارها جماعة إرهابية. طيب وبالتالي يعني ربما هذا الحديث يقودنا إلى سؤال، يعني هذا الطرح الذي تفضلت به دكتور غازي، يعني لا أعرف إذا كان الأستاذ عمر كوش يوافقك بهذا الطرح بأن هذا الجسم الجديد العسكري والسياسي هو ورقة رابحة بالنسبة للائتلاف في جنيف 2 أستاذ عمر. يعني بالتأكيد لا، طبعا الأمر ليس لذلك، لأنه هذا الجسم مستقل عن الائتلاف وأعلن قطيعة، وبالتالي عندما يقطع العلاقة مع الائتلاف طبعا لا يمكن أن يكون داعما للائتلاف. سيكون داعما للائتلاف عندما يقر بالائتلاف كممثل سياسي له، أما أن يتحدث البيان التأسيسي عن جبهة مستقلة، بمعنى مستقلة عن من؟ مستقلة حقيقة عن الائتلاف وأيضا عن التنظيمات الأخرى اللي هي داعش والتمثيلات الكردية وغيرها، بمعنى هذا أيضا أعتقد هو من جهة توحيد لعدد من الصفوف العسكرية والفصائل، لكن من جهة أيضا تشتيت، يعني بمعنى طالما ليست كل الفصائل منضوية تحت هذه الجبهة، لكن هناك فصائل خارجها. طيب لكن أستاذ عمر، وهناك فصائل داخلها، وهذا يخلق افتراق. نتحدث بصراحة أكثر، هناك من يقول بأن القوى الإقليمية الداعمة للمعارضة بشقيها، هناك من يدعم الائتلاف كدولة إقليمية، والآن هذه ودولة أخرى الآن تدعم الفصائل الإسلامية، هذا الجسم على الأرض السورية. هناك من يقول سبب تأسيس هذا الجسم هو عودة الخلافات بين هذه الدول الإقليمية الداعمة. هذا صحيح، يعني الحقيقة يعني يجب أن نكون صريحين، الملف السوري أصبح ملفا إقليميا، بل صراعا إقليميا الحقيقة ودوليا، وهذا الصراع يشمل بلدان عربية ويشمل إيران وتركيا وطبعا غيرها من البلدان. لذلك نحن مع الأسف عندما بدأت الثورة السورية بدأت ثورة حرية وتحرر وكرامة، أما فيما بعد طبعا حولت إلى صراع عسكري وأيضا صراع بين الأطراف الإقليمية. ونحن نأسف أن الدول العربية الداعمة للشعب السوري ولمطالب الشعب السوري أحيانا في بعض
المراكز القوى داخلها تدعم هذا الفصيل ولا تدعم الفصيل الآخر. طيب بالتالي يعني هذا يوقع أيضا على كاهل الائتلاف يعني شيء كبير. الآن الائتلاف كيف بإمكانه أن يتجاوز ما حدث؟ كيف يمكنه أن يستوعب هذه الحكومة المصغرة وهذه الدولة إن صح التعبير أو إنجاز؟ هو الائتلاف بحد ذاته أيضا يعني الحقيقة في جزء أو معظم الكتل السياسية لها علاقات مع هذا الطرف الإقليمي أو مع ذاك، يعني بمعنى المرض على الأرض مع الفصائل موجود أيضا بالائتلاف، الائتلاف مريض أكثر من الفصائل والفصائل مريضة أكثر من الائتلاف مع الأسف. الآن الثورة في أسوأ وضع ممكن، دعونا نتكلم بصراحة ونسمي الأمور بمسمياتها. فضل. كنا قبل أشهر أفضل من الآن وربما يسوء الوضع بعد ذلك، يعني لم يكن أحد يتصور منذ 7 أشهر أو 8 أشهر أن يأتي فصيل مؤلف من غرباء ويريد أن يفرض أجندته على الثورة السورية. طيب أو كيف غرباء؟ لم نتصور أيضا. نعم أستاذ يعني عمر، غرباء مثلا تنظيم داعش هم مهاجرون من الشيشان من بلدان عربية مختلفة، يعني نعم. هم جاءوا ويسمون أنفسهم مهاجرون بصراحة، يعني هؤلاء نعم حتى فهمهم للإسلام فهم نعم مختلف عن الفهم السوري. نعم لكن حتى لحظة أستاذ عمر، يعني حتى نكون منصفين، يعني تنظيم الدولة ليس ضمن الهيئة الجديدة للكيان العسكري والسياسي الجبهة الإسلامية، حتى نكون منصفين. لكن أنا أقول أن الوضع نعم الوضع ساء إلى هذه الدرجة. طبعا الجبهة الإسلامية لا تحوي غرباء، كل من ينطوي تحت مسمى الجبهة الإسلامية هم مقاتلون شرفاء، وأنا طبعا أحيي هؤلاء المقاتلين. لكن هناك طبعا تنظيمات أخرى مثل جبهة النصرة مثل داعش وغيرها من الفصائل. طبعا كل مقاتلي جيش الحر والجبهة الإسلامية أنا يعني أنحني أمامهم، لكن أريد توحيد هذه البنادق، يعني بمعنى الجيش الحر فصائل الأخرى يجب أن تكون لها نفس المظلة مع الجبهة الإسلامية. لماذا نحن نفرق بين جبهة إسلامية وجبهة غير إسلامية؟ هذا يعني هذا بالأساس تسمية خاطئة. الشعب السوري هناك مسلمون وهناك أيضا غير مسلمون، والوطن للجميع وليس فقط للمسلمين. يعني أستاذ عمر هي المشكلة إنه مسمينه جبهة إسلامية ولا المشكلة ولا في مشكلة أخرى؟ لا ليس فقط تسمية. نعم سوري من آسف منك فضل. ليس فقط للإسم، إنما لماذا فقط 7 فصائل كبرى أو ألوية؟ لماذا لم تضم كل مقاتلين ضد النظام؟ هذا نعم. سؤال كبير الحقيقة، لماذا نعم. طيب. هذه الفصائل بالذات؟ يعني هنا سؤال كبير يجب. طيب يعني هذا السؤال سأنقله إلى أبو الحسن ربما يملك إجابة له. أبو الحسن يعني هناك من يتساءل يعني لماذا الجبهة الإسلامية؟ يعني هناك أيضا كتائب يعني غير إسلامية من ديانات أخرى في سوريا أنت تعلم جيدا، وأيضا لماذا ضمت 7 كتائب كبرى؟ لماذا لم تضم أكثر؟ أول شيء أخي الكريم، يعني هي ضمت 7 كتائب وقلنا أنها مفتوحة على كل من يرغب نعم. كل من يملك نفس هذا التوجه. ثم أن لماذا هي إسلامية؟ المسلمون يشكلون 90% من الشعب السوري. نحن الإسلام هو الضمان الحقيقي لسوريا نعم. الإسلام هو الوجه الحقيقي لسوريا الذي غيره نظام البعث والذي غيبته فرنسا قبل نظام البعث لمدة 1000 عام، أكثر من 1000 عام. سوريا بلد مسلم، المنطقة منطقة إسلامية، إن كان هذا يغيظ الآخرين فليموتوا بغيظهم، لا نحن لا نبالي بذلك. هذا خيار الشعب السوري المسلم، أكثر من 90% من الشعب السوري شعب مسلم. الآخرون ضمانة لهم هي الإسلام الذي يحمي الجميع. الإسلام في سوريا حمل الجميع. لو كان الإسلام كما يشيع الآخرون لما وجدنا في سوريا الآن. طيب أبو الحسن سؤال آخر، يعني سأترك الأستاذ عمر كوش يعلق على هذا الموضوع، لكن سؤال آخر، الهدف الرئيسي من الجبهة خيام دولة إسلامية جديدة معتدلة؟ نعم الهدف من الجبهة هو إقامة دولة إسلامية. سوريا لا يمكن أن تكون غير إسلامية. الشعب السوري الذي في جله هو شعب مسلم، سوريا التي بقيت طوال أكثر من 1000 عام بلد مسلم لا يمكن أن تكون في شكل آخر. طيب يعني الحديث عن دولة أبو الحسن، الحديث عن دولة إسلامية جديدة معتدلة، هناك من يتحدث بأنها جاءت ردا على دولة العراق والشام الإسلامية المتشددة أيضا. أخي الكريم بالنسبة لدولة العراق والشام نحن
ليس يعني تشكيل الجبهة. أنا سمعت من أخوي أنها يعني جاءت ردا على إيران والنووي الإيراني وأنها جاءت بضغط من دول الخليج. تشكيل الجبهة الإسلامية في سوريا هو مطلب داخلي سوري فقط لا غير. طيب التمويل لهذه الجبهة هي التي جاءت بضغط خارجي، وليس هناك مشكلة لا مع جبهة النصرة ولا مع الإخوة في دولة العراق والشام. طيب. نحن منفتحون على الجميع، نقدر. طيب أبو الحسن، بالنسبة للتمويل لهذه الجبهة، بالنسبة للتمويل لهذه الجبهة أخي الكريم، يعني التمويل السابق كان للفصائل نفسها سيبقى كما هو، سيصب في الجبهة كلها. وهذا التمويل يعني كما تشاهدون أن هذا التمويل حقيقة على الأرض ليس لا يشكل شيء من التمويل الذي تلقاه النظام من هنا وهناك من روسيا ومن إيران ومن غيرها. نعم. نحن ما نملكه هو جزء كثير جدا مما يملكه النظام، لكن نحن صامدون ثابتون. طيب. ملاحظة أخرى فقط، يعني ذكر أحد ضيوفك أن رواية التوحيد محسوب على الإخوان المسلمين. نحن نحترم الإخوان المسلمين، نحترم جهادهم، نقدرهم. نعم. جميعا، لكن نحن كلواء التوحيد لسنا محسوبين على الإخوان المسلمين أو على غيرهم. ولا مقربين منهم أبو الحسن؟ طيب، على كل أستاذ فقنت صال على ما يبدو بأبو الحسن. أستاذ عمر كوش، كيف تعلق بدقيقة على ما 97% من الشعب السوري هو مسلم، وبالتالي أكثر الكتائب مسلمة، وهذا طلب من الداخل، يريدون أن تكون هناك دولة إسلامية معتدلة. بأقل من دقيقتين أستاذ عمر تفضل. يعني أولا، سوريا طول عمرها تركيبتها السكانية لم تختلف، لم يعني ليست اليوم سوريا مسلمة. سوريا مسلمة منذ طبعا أن دخل الفتح الإسلامي، وكان دخوله طبعا سلما ولم يجبر أحد على أن يؤسلم. فهذا طبعا كلام مردود عليه. سوريا هي بلد متعدد الديانات والأعراق، يجب أن نقر بها. والشعب السوري عندما قام بالثورة قام بالثورة من أجل الديمقراطية، من أجل الحريات، من أجل الكرامة، ولم يقم من أجل قيام دولة إسلامية. يعني لا أحد يجب أن يزاود علينا بالإسلام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي دولته دولة إسلامية، سماها دولة المدنية، دولة المدينة، وكانت دولة مدنية بكل معنى الكلمة. فلماذا يزاودون علينا ويقولون دولة إسلامية والعراق والشام الإسلامية والآن جبهة إسلامية وغيرها؟ يعني هذا تكرار ممجوج الحقيقة. القصد منه هو طبعا يعني رد على اتجاهات معينة الشعب السوري لن يرضى بها. عندما يختار الشعب السوري شكل دولته بشكل ديمقراطي، نحن نقر بها أيا كان هذا الشكل. لكن الشعب السوري معروف بتسامحه وتعايشه مع الديانات الأخرى، ومعروف تماما أن الإسلام، لكن عمر لا ننكر بأن الأغلبية أن الشعب السوري شعب مسلم. قرن. نعم أكيد أنا لم أقل لك. نعم. أن الأغلبية ليست مسلمة. ثم حتى الأغلبية، هذه الأغلبية هل تريد دولة إسلامية؟ يجب أن نستفتيها، أن نأخذ. نعم. رأيها، لا أن يقرر فصيل أو جبهة أن الإسلام هو الدولة والدين، لا، هذا كلام أكثر من اللازم. طيب، على كل، ربما نحتاج إلى أكثر عدد من الوقت لنناقش مثل هذا الموضوع، لكن انتهى موضوعنا حتى في هذا الموضوع في هذه الحلقة. شكرا لك أبو الحسن ناطق باسم لواء التوحيد من حلب، وأيضا شكرا وصول للدكتور غازي الرباب على المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان. أما أستاذ عمر كوش، أرجو أن تبقى معنا، هناك في الملف الثاني بعض الأسئلة ستطرح إليه. أهلا بكم من جديد. سيطر الثوار على حقل العمر النفطي بشكل كامل بدير الزور شرقي سوريا عقب اشتباكات مع قوات النظام، انتهت بالسيطرة على الحقل الذي يعد أكبر وأهم حقل نفط في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل يوميا. وبسيطرة المعارضة على الحقل يكون النظام قد فقد السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية بشكل كامل. نذهب للتفاصيل. سيطرة الأبطال المجاهدين على حقل العمر النفطي. في تطور ميداني لافت، تمكن عناصر جبهة النصرة من السيطرة على حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط في محافظة دير الزور، ليكون النظام بذلك فقد السيطرة على معظم حقول النفط وآخر خط يصله باحتياطي النفط المحلي تقريبا. حقل العمر الذي يبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف برميل يحوي على عدد كبير من الآليات والمعدات
كما يضم المحطة الحرارية التي تقوم بتزويد مدينة العمر ومعظم قرى الريف الشرقي للمحافظة بالكهرباء، وهو ما جعل أهالي المنطقة متخوفين من تكرار سيناريو حقول النفط السابقة التي تم تحريرها والتي تعرضت بعدها للنهب. فمن معظم حقول النفط في سوريا والتي تتوزع على المحافظات الشرقية الرقة، دير الزور والحسكة، لا تسيطر هيئة أركان الجيش الحر سوى على حقل الورد في دير الزور، أما الباقي فتديرها إما عصابات ومسلحون تابعون لقبائل المنطقة، كما في حقول التيم والطيانة والتنك في دير الزور، والذين يقومون باستخراجها وتكرارها أو بيعها إلى السوق السوداء أو إلى النظام عبر وسطاء، أو تديرها دولة العراق والشام كحقول الرصافة جنوب شرقي محافظة الرقة والتي تستثمرها الدولة لمصالحها الخاصة. أما قوات الحماية الكردية فتسيطر على حقول الرميلان، أكبر حقول النفط في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف برميل يوميا، وتعمل هذه القوات على استخراج النفط وبيع بعضه وتكرير البعض الآخر بواسطة آلات تكرير بدائية. وبخصوص نفط الرميلان، فقد أفاد مصدر مطلع أن اجتماعا عقد مؤخرا في مدينة القامشلي برئاسة ممثل عن النظام وممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وعن ميليشيا الملثمين التابعين لمحمد فارس، إضافة لممثلين عن القوى المسيحية المقربة من النظام، وتم الاتفاق بين الأطراف الأربعة على تقسيم ريع النفط في المناطق الكردية على الجهات الأربعة التي تسير المنطقة. حزب الاتحاد الديمقراطي له نسبة 20%، القوى المسيحية 10%، الملثمون 10%، وباقي 60% تذهب للنظام. وهنا تجدر الإشارة إلى عدة تساؤلات، فإن حكومة طعمة من كل هذه التحركات، وما السلطة التي تمتلكها لاحتواء كل هذه الفوضى؟ وماذا بخصوص العصابات التي تبيع النفط لنظام الأسد، وما هي ولاءاتها ومنطلقاتها؟ إضافة لذلك فإن كل الاتفاق بين النظام وقوات الحماية الكردية واقعا، فكيف يمكن الحديث عن تحرير المناطق الكردية؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي الدكتور حسين عماش خبير اقتصادي من اسطنبول. مساء الخير دكتور حسين، وأيضا وسام العربي الناشط الإعلامي من دير الزور، أهلا بك وسام، وأيضا عمر كوش الكاتب الصحفي ما زال معنا أيضا، مساء الخير أستاذ عمر مرة جديدة. اسمحوا لي دكتور حسين وأستاذ عمر أن أبدأ مع وسام العرب عدد من الأسئلة، هو ناشط الإعلام دير الزور ضيفي عبر الهاتف. يعني وسام، من هي الفصائل المشاركة في تحرير حقل العمر في البداية؟ وسام مساء الخير. ألو. مساء الخير وسام. أهلا بك، مساء النور، أهلا بك أستاذ. طيب من هي الفصائل المشاركة في تحرير حقل العمر؟ في الحقيقة تمكنت اليوم بمعركة عالية الدقة وعالية التنسيق. المعركة كانت بإشراف جبهة النصرة وجيش الإسلام ولواء مؤتة ولواء الإخلاص. هذه الفصائل قررت اقتحام هذا الحقل النفطي بعد أن قررت حقيقة بعض الفصائل التي لا تمثل الثوار أو الجيش الحر في المنطقة. هذه الفصائل حقيقة بدأت لا نريد أن نسميها، هي لا تنطوي تحت أسماء. طيب. حقيقة هم مجرد أشخاص. طيب بالتالي طيب وسام حصلوا على سلاح بطريقة يعني أو بأخرى. نعم. يعني عصابات؟ هم ليسوا بعصابات بالمعنى الحرفي، ولكنهم يريدون أن يحصلوا على هذه الحقول كغنائم، ويريدون أن يستغلوها. طيب بما أنه تحدثنا أنه غنائم، نعم، أنت تحدثنا عن غنائم، كيف يتم التعامل إدارة هذه الحقول بالعادة؟ في الحقيقة هؤلاء الحقول السابقة التي تم السيطرة عليها، لدينا حقل التيم وحقل الورد وحقل الكامب، هذه الحقول لا تزال محافظ عليها، ولكن أنا أتحدث عن هؤلاء اللصوص مؤخرا بدأوا يحاولون اقتحام هذا الحقل. هذا الحقل، حقل العمر، يعتبر من أكبر الحقول في دير الزور بل في سوريا عامة، ولذلك خوفا من اقتحام هؤلاء اللصوص لهذا الحقل
قامت الفصائل المذكورة من اقتحام هذا الحقل، قررت اقتحام هذا الحقل مؤخرا. هذه طيب الفصائل بالتالي حقيقة بما انه الان هي قررت تحت اقتحام الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية. طيب وسام، ما انه تم السيطرة، هل تم الاعلان عن خطة إدارة وتشغيل؟ نعم بالتأكيد، هناك تنسيق مع المهندسين والفنيين الموجودين في المنطقة. المهندسين والفنيين هم أصلا من أبناء المنطقة، في من محافظة دير الزور أغلبهم. هذا الحقل كان يعمل فيه أكثر من 500 مهندس وفني، ولذلك الفريق جاهز تماما. والآن أنا أحدثكم في هذه اللحظات والكهرباء يعني جميع الموجودة الآن في محافظة دير الزور، يعني هم متواجدين الآن في الحقل. يعني المهندسين، نعم تماما بالتأكيد، هم مستعدون للتعاون. طيب شكرا لك وسام العمر، ناشط إعلامي ضيفي عبر الهاتف من دير الزور، على كل هذه المعلومات. الآن سأبدأ بالأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، يعني أين الائتلاف وحكومة طعمة من كل هذه التحركات في البداية؟ أين هيئة الأركان أيضا؟ مع الأسف كلهم غائبون يعني عن هذه الأحداث كاملة. وطبعا حكومة طعمة لم تبدأ بعد يعني إلا منذ أسبوعين أو أقل. أما الائتلاف فكما قلت سابقا لم يبني أي جسور مع الداخل السوري حقيقية، يعني حتى ممثلي المجالس المحلية مختلف عليهم، وبالتالي الائتلاف يعني لا نستطيع أن نقول أنه له علاقات مع القوى الموجودة على الأرض. وكنا طبعا قد دعونا سابقا ككتاب وكحريصين على الثورة السورية أن يذهب الأشخاص الممثلون للائتلاف إلى الداخل السوري، ومن قبل نادينا المجلس الوطني، لكن يعني لا حياة لمن تنادي. على كل القطيعة قمنا بالاتصال بالأستاذ الياس ورد الداخل والخارج هي التي السيد طعمة حقيقة اليوم يكون ضيفا، لكن على ما يبدو بأن الرجل مشغول، فبالتالي وعدنا بمقابلة في يوم آخر بالتفاصيل. دكتور حسين حقل، تلو الآخر يسقط بيد الثوار، هناك من سأل ما هي قدرات الثوار على إدارتها وتشغيلها؟ أولا الثوار يجب أن يكون لديهم القدرة، لكن للأسف مثل ما ذكر الأخ عمر أنه القيادة الثورة حتى الآن أهدرت فرص ثمينة في تعزيز استراتيجية الصراع مع النظام. هذا النفط ثروة للشعب السوري، ولا يجوز ولا يحق لأي فصيل أن يستأثر به أو يديره بدون إرادة وتفويض من الشعب لصالح كافة المواطنين، سواء كان اللي يديره كتائب للنظام أو عصابات الأكراد أو كتائب للثوار في المنطقة الشرقية في دير الزور. هذه ثروة وطنية تم إهمالها، وهذه الآن أعتقد كنا نتحدث ونطالب بأنه الثورة من بعد كل المآسة التي حصلت معها يجب أن تنتقل 180 درجة عكس الاتجاه، وتعتمد استراتيجية بالاعتماد على الذات. استراتيجية الاعتماد الذات بتقوم على استغلال الموارد الذاتية. وطبعا الإهمال الشديد الذي تم على مدى سنتين ونصف، سواء بعدم القدرة الذاتية أو عدم التخطيط الجيد، جعل أنه أولا هذه الثروة تهدر، وهي كانت تقدر طيب يعني دكتور ادرك ما تتحدث به، لكن هناك سؤال. يعني الان لا يوجد تفويض من قبل الثوار لاي احد حتى يتمكن بالعمل بهذه الموارد. الان الثوار كيف بامكانهم ان يديروا هذه الموارد؟ او للأسف الثوار، معلش يعني أنا حتى لو كان مؤيدين للثوار وأتمنى نجاحهم، لكن حتى الآن لا يوجد استراتيجية لدى هذا الثوار بكيفية الإدارة. لا يكفي أنه أنا بالقوة المسلحة تضع يدك على تلك الآبار والحقول وتأمر الموظفين بإدارتها، ثم تعيد إنتاجها بطريقة بدائية وتوزعها على العصابات التهريب. تعرف أنه ما حصل أنه السيطرة على الآبار في المرحلة السابقة لن تختلف عنها في المرحلة القادمة، سواء جبهة النصر أو ما يدعي منها، لأنه كان في كارثة اقتصادية، الموارد هدرت.
كارثة عسكرية شجعت هذه الكتائب المسلحة على التنازع على تركة الجبهات القتال مع النظام واتجهت للسيطرة على حقول النفط. فهنالك يعني هذه الجانب العسكري كان كارثي. طيب يعني استاذ عمر اغراء النفط كان شديد جدا. نعم. بالاضافه للاداره الكارثه البيئيه، هل يتم الاداره بالتعاون مع خطوط النقل باتجاه مصاف النظام او يتم تشغيلها كما هو سابقا فقط باداره جديده؟ انا لا ارى كيف يتم. طبعا يجب ان تنزع من النظام ويجب ان تخصص لصالح الثوره، ولكن لا ارى حتى الان بدون وجود دور للحكومة المؤقتة وكيفية إدارتها واستغلال هذا الموارد ووضعها في خزانة لصالح الشعب الثائر، لا أعرف كيف ممكن هؤلاء الثوار يعني حتى لحظة الحكومة ليس لها أي صلاحية مشكلة بشكل جديد. لا أعلم إذا الدكتور حسين عماش يسمعنا، يعني مشكلة بشكل جديد الحكومة ليس لها على الأرض أي صلاحيات حتى لحظة ولا نفوذ هذا الظاهر. وبالتالي يعني أستاذ عمر يعني على ما يبدو بأنه قدر سوريا لا يستخدموا ويستفيدوا من النفط في زمن النظام أو في هذه الثورة حتى اللحظة، يعني بعض حقول النفط وقعت تحت سيطرة جماعات لا أحد يعرف توجهها الآن، بالتالي يعني هناك قسم كما جاء بالتقرير بأن حزب الاتحاد الديمقراطي له نسبة 20% من حقول رميلان، القوى المسيحية 10%، الملثمون 10%، باقي 60% تذهب للنظام. ما رأيك بهذه القسمة أيضا؟ يعني مع الأسف مثل ما تحدثت حضرتك أن هذه الثروة لم يستفد منها الشعب السوري لا بزمن النظام الاستبدادي ولا بزمن الثورة. بالفعل يعني كل الحقول النفطية إما تسيطر عليها مجموعات مسلحة أو كتائب للثوار أو عصابات وحرامية بكل معنى الكلمة أو مجموعة من العشائر أو البيدي وطبعا شركائه. هذا بالنسبة لاتفاق البيدي مع العشائر ومع طبعا باقي المكونات الأخرى ومع النظام أيضا، هذا يكشف طبعا أيضا مدى ارتباط هذا التنظيم بالنظام وطبعا بالقوى أيضا الموالية للنظام. لذلك يعني مع الأسف تماما أن هذا الفصيل وضع نفسه خارج الثورة ووضع نفسه بالعكس بمواجهة نعم، لكن اسمح لي أن أتوجه بسؤال اقتصادي أخير أستاذ عمر كوشلي ضيفي الدكتور حسين عماش، يعني لكن على ما يبدو دكتور حسين لها انعكاسات على قدرات النظام الاقتصادية والتشغيلية أليس كذلك؟ طبعا حاليا إذا تم التواطؤ السابق مستمر كما كان في بعض الحقول وكيف يوصل بخطوط النقل للمصافي التي يديرها النظام ويحرم منها بقية المواطنين، فبالتالي النظام سيستفيد بوجود تمريرها. ولكن من حقول أرميلان والشبسة بدأت تمر بمناطق مفروض تحت سيطرة الثوار، فكيف تمر على مرأة ومسمع منهم؟ يعني هذا طبعا ثانيا القسمة بين الحزب الأكراد والنظام هي تمثيلية، لأنه حقيقة هذا النظام لن يستفيد منها وإنما يستفيد منها الفاسدين في 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 تلك المنطقة، وربما الحصة المخفية الأكبر هي للأكراد. فإحنا نعرف من زمان كان يباع البرميل $5 يهرب لكردستان العراق، وبالتالي هذه القسمة هي قسمة غير مقبولة. نحن كشعب سوري نرفض هذه القسمة ونرفض ما يسمى الإدارة الذاتية والسيطرة على أبار، هذه حق الشعب السوري بكامله ولا يحق للنصرة ولا للأكراد ولا أي جهة أخرى ولا عصابات العشائر أن تسيطر عليها، لأنه يجب يعني على الائتلاف نعم الجيش الحر والحكومة نعم أن تبادر فورا وإلا تنزع شرعيته مرة ثانية. نعم شكرا لك دكتور حسين عماش. على ما يبدو يعني الموضوع شائك وتفاصيله كثير، ربما نحتاج إلى حلقة أخرى. على كل حتى لحظة شكرا لك دكتور حسين عماش خبير اقتصادي ضيفي من اسطنبول، انتهى وقت البرنامج. أيضا شكرا موصول من اسطنبول أيضا الأستاذ عمر كوش كاتب صحفي، شكرا لك. وشكرا لوسام العرب كان ناشط إعلامي معنا من دير الزور. الشكر موصول لكم أيها الأفاضل، دمتم بخير، السلام عليكم.